بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم في قناة تفسير احلام والرقية الشرعية. النهاردة هنفصل رمز جديد مع بعض، وهو رمز الديك. هنفسر رمز الديك بشكل عام، هنفسر كمان سماع صوت الديك، كمان هنعرف امتى بيكون محمود وامتى بيكون غير محمود، كمان هنفسر شراء الديك او ذبحه، كمان هنفسره للعزباء، للرجل، للمتزوجة، وكمان للحامل. بشكل عام رؤية الديك في المنام من الرموز اللي في الغالب بتكون محمودة، فهو بيرمز لرزق قادم، كمان بيرمز لترقية او علو شأن، كمان بيرمز لسعادة واستقرار لو كان الرائي متزوج، فبيدل على استقرار في الحياة الزوجية، كمان بشارة بإنجاب، بشارة بذرية، كمان المرأة الحامل بشارة بولد. كمان رؤية الديك من ال أو شراء الديك من الرموز اللي بتدل على نجاح وعلى خير قادم للرأي، كمان بشارة بارتباط أو بزواج. كمان شراء الديك، يمكن الديك الأسود في المنام من الرموز شوية ممكن تكون غير مستحبة، فشراء الديك الأسود أو رؤية الديك الأسود في المنام من الرموز اللي بتدل على هموم، على أحزان، على حظ سيء، على خيبة أمل، على فشل، سواء وده تفسيره سواء للراجل او للمرأة. سماع صوت الديك في المنام، صوت الديك في المنام من الرموز اللي بتدل على سماع خبر او قدوم سعادة، افراح، كمان زيادة في المال، كمان انجاب، كمان بشارة بالزواج سواء اللي شاف الرؤية رجل او ست، كمان بشارة بتيسير الحال لو كان الرأي في ضيقة شوية، كمان بشارة بشفاء مريض وبزوال هم وانتهاء أزمة كان هو بيمر بيها. شراء أو تفسير رؤية الديك للرجل في المنام، لو شاف ان هو اشترى ديك ملون فدي بشارة ليه بعلو شأن وبخير قادم ليه في حياته في الفترة المقبلة. كمان رؤية الديك الأسود المذبوح في المنام، لو شاف ديك أسود، احنا قلنا ديك الأسود بيرمز للهموم، لو شاف ان هو ذبحه فمعنى كده ان بشارة ليه بانتهاء أزمة هو بيمر بيها، بانتهاء هموم، بتيسير أحوال. كمان تناول لحم الديك للرجل، لو شاف ان هو بيتناول لحم الديك فبشارة ليه بأخبار سارة قادمة، كمان بشارة ليه بأن هو هينول مال، هينول خير قادم. رؤية الديك للمرأة المتزوجة، زي ما قلنا ان الديك احيانا يعني بيرمز للذرية لو كانت المرأة بتسعى لإنجاب. لو شافت الديك او سمعت صوت الديك فبشارة ليها بقدوم اخبار سارة، مناسبات سعيدة، كمان زيادة في المال والخير ليها. أكل لحم الديك في المنام، لو كان مذاقه سيء فمن الرموز اللي بتدل على أزمات أو خلافات أو ضيق للحال، لو كان مذاقه كويس فبشارة ليها بأرزاق قادمة ليها إن شاء الله. رؤية الديك للفتاة العزباء فبشارة ليها بزواج، وزواج من رجل قوي ليه مكانة. سماع صوت الديك في المنام فبشارة ليها بقرب زواجها، وبشارة ليها بأخبار سارة بمناسبات سعيدة. الديك الأحمر في المنام بشارة ليها بزواج من شخص هي بتحبه أو هي مرتبطة بيه أو شخص هي بتتمناه. الديك الأبيض في المنام بشارة ليها بخير كتير وبرزق وفير إن شاء الله. المرأة الحامل لما تشوف ديك في المنام فبشارة ليها بمولود صبي، كمان بشارة ليها بقرب ميعاد الولادة، بشارة ليها بولادة سهلة ميسرة بصحة جيدة ليها ولمولودها.
كمان رؤية ذبح اللاديك في المنام. الدقيق المذبوح للمرأة المتزوجة في المنام فللأسف بتكون فال سيء، فممكن يرمز لفراق أو لطلاق. رؤية الديك للفتاة العزباء أو الديك المذبوح للفتاة العزباء، لو كان ديك أسمر فبشارة ليها، أو أسود فبشارة ليها بزوال هم، أو بشارة ليها بفرج. رؤية الديك الرومي في المنام، رؤيته سواء للعزباء أو سواء للرائي راجل أو امرأة، فرؤيته في المنام بتدل على قدوم أموال كتيرة للرائي. كمان بتدل على لو شاف الديك الرومي ده موجود في قلب سوق، فده من الرموز اللي بتدل على تغيير في حال الرائي للأفضل. تناول لحم الديك الرومي في المنام من الرموز اللي بتدل على قدوم أيام أو الفترة المقبلة في حياة الرائي هتكون فيها سعادة واستقرار. الديك الرومي الميت في المنام فده من الرموز اللي بتدل على تعرض الرائي لفترة شوية فيها مشاكل أو فيها صعوبات. لو الشخص شاف ان هو بيطبخ او بيطهو الديك الرومي فبشارة ليه ان الايام القادمة في حياته هتكون مرفهة، هتكون فيها خير وهتكون فيها رزق كتير. الديك الرومي كمان الميت بشارة او تحذير من اخبار سيئة او حدوث امور ممكن تكون امور غير مستحبة للرؤية. كمان الديك الرومي الأسود في المنام بيدل على عداوة وبيدل على كره أشخاص محيطين بالرأي. الديك الرومي في المنام للمرأة الحامل فبشارة ليها بمولود ذكر. للبنت للمرأة المتزوجة فبشارة ليها بأرزاق أموال قادمة ليها. كمان بشارة لو كانت هي منتظرة حمل فبشارة ليها بحمل. كمان الديك الرومي الأسود في المنام بشارة، يعني لو كان أسود فبشارة برزق هتحصل عليه، لكن الرزق ده هيكون بعد تعب. كمان الديك الرومي للبنت العزباء بشارة ليها بزواج من رجل، رجل ممكن تكون هي مرتبطة بيه أو إن هي يعني بتتمناه. الديك الرومي الأسود في المنام فبشارة للبنت العزباء إن هي تتزوج من رجل هي ما تعرفوش خالص، يعني أول مرة تشوفه. الديك الرومي الأبيض في المنام للبنت العزباء فبشارة ليها بأخبار سعيدة وبأخبار سارة. الديك الرومي للرجل في المنام فبشارة ليه بمكانة هيحصل عليها، كمان بشارة بخير بأموال كتيرة ممكن يحصل عليها في الفترة المقبلة. كمان الديك الرومي لو يشوف الشخص ان هو تحول الديك تحول لإنسان فللأسف دي من الرموز اللي بتحذر بموت شخص من المقربين للرؤية. شراء الديك الرومي في المنام بيدل على خير قادم وزوال هموم ومتاعب. الديك الأبيض للرجل في المنام بشارة ليه أو دلالة على إنه شخص بيأمر بالمعروف وبينهي عن المنكر. ده كده تفسير أهم الرموز الخاصة بالديك. فسرنا ديك الديك العادي والديك الرومي. بتمنى إن يكون الفيديو عجبكم، ولو في أي استفسار أو سؤال اكتبوا لي تحت وأنا أرد عليكم. بشكركم جدا، أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.